ما اعتقدش ان دي اول مره تاخدوا هذه البطوله، يعني لا يعني دي دي الثامنه على مرات التوالي. كتير. ها تسعه يا كابتن، تسعه. التاسعه على التوالي. التاسعه على التوالي. طيب الدوري العام بقى، يعني احنا عندنا مثلا في الكوره الدوري العام، الدوري العام بتاع السله، المسمى بتاعه الدوري السوبر. عندنا دوري السوبر ده هيبدا السبت. احنا دوري المرتبط اللي احنا خلصناه ده اترتب من الاول ال 16، احنا 16 فرقه. السبت والتلات هيتلعب بيست اوف 3. احنا الاول الحمد لله هنلعب ال 16 في بيست اوف 3. هتلعب اللي واخد المركز ال 16. اوكي. والتاني هيلعب ال 15 وهكذا. اوكي. التمانية اللي هيكسبوا هيتقسموا مجموعتين. تمانية في الممتاز ألف وتمانية بيلعبوا من التاسع لل 16. هيبدأ ساعتها دوري السوبر، بيلعبوا رايح جاي زي دوري عام، رايح جاي وبعد كده بيست اوف 3. زي السلة رجال. تقريبا يعني هو ده نفس الوضع وهو نفس النظام.